السلام عليكم، كيف حالكم أحبائي الطلبة؟ لقد اشتقت إليكم كثيرا. اليوم في مادة الرياضيات كتاب الطالب نبدأ بدرس جديد بعنوان جداول البيانات الوحدة الخامسة. الآن أحبائي الطلبة انظروا إلى كتاب الطالب صفحة 104. أتعلم اليوم أنظم البيانات في جداول، أقرأ بيانات منظمة في جداول. المصطلحات جدول البيانات. الآن أستكشف قائمة المشتريات. قائمة المشتريات وزعناها حسب رغبة الأشخاص. عندنا 3 أشخاص بحبوا التفاح، عندي 2 بحبوا البرتقال، 4 بحبوا البندورة، 1 بحب البروكلي أو الخس اللي هي الورقيات، 5 بحبوا الموز. الآن وزعناهم هون بشكل عشوائي حسب الرغبة، حسب الرغبة. الآن أحبائي الطلبة انظروا الآن إلى صفحة 104. أنظم البيانات في جدول البيانات. لاحظ يا أول، عندي المادة المفضلة الرياضيات، العلوم، اللغة العربية. مادة رياضيات، كلمة رياضيات أول بعد الأل أتى حرف مشدد، إذا لام شمسية تكتب ولا تلفظ. العلوم إن على الأل أتى حرف سكون، لام قمرية تكتب وتلفظ. اللغة العربية بعد الأل أتى حرف مشدد، لام شمسية تكتب ولا تلفظ. الآن يا أول أنا بدي أرتب المواد المفضلة حسب رغبة الطلاب. الآن يا أول، عدد الطلبة الذين يفضلون اللغة العربية هو اللغة العربية 10 طلاب أو 10 أشخاص بفضلوا مادة اللغة العربية. طيب المادة التي يفضلها أكثر عدد من الطلبة هي مادة الرياضيات، 15 طالبا أو 15 شخصا، واضح؟ طيب يا أول، المادة التي يفضلها أقل عدد من الطلبة، أقل عدد من الطلبة، ما هي المادة؟ العلوم. إذا المادة اللي يفضلها أقل عدد من الطلبة هي العلوم، 9 طلبة أو 9 أشخاص. الآن يا مس، لو أنا بدي أرتبهم ترتيب تصاعدي، ماذا نعني بالترتيب التصاعدي؟ نعم أحباء الطلبة، من الأصغر إلى الأكبر. عندي مادة العلوم، تليها مادة اللغة العربية، وأخيرا مادة الرياضيات. إذا بدأنا العدد الأصغر 9 10 15. طب أنا لو بدي أرتبهن ترتيب تنازلي من العدد الأكبر إلى العدد الأصغر، مادة الرياضيات رح تكون أولا 15، تليها مادة اللغة العربية 10، تليها مادة العلوم 9، واضح؟ الآن أحبائي الطلبة انظروا إلى الكتاب صفحة 105. أتحقق من فهمي. يبين الجدول المجاور وسيلة النقل لمجموعة من الأشخاص. انظر أحبائي الطلبة إلى هذا الجدول، وسيلة النقل. عندي السيارة بعد الأل أتى حرف مشدد، لام شمسية تكتب ولا تلفظ. السيارة. الحافلة، على الأل حركة سكون، لام قمرية تكتب وتلفظ. الدراجة، بعد الأل أتى حرف مشدد، لام شمسية تكتب ولا تلفظ. الآن يا أول طرح علي مجموعة من الأسئلة. أولا، كم شخصا يستعمل السيارة؟ كم شخص يستعمل السيارة؟ بنظر إلى الجدول الآن، عندي رقم 7، إذا 7 أشخاص بيستعملوا السيارة، 7 أشخاص. بكتب بجانب علامة السؤال رقم 7. حكينا يا أول الرقم من 0 لـ9 بسميه رقم، من 10 لـ99 بسميه عدد. العدد بتكون من منزلتين، آحاد، عشرات. الرقم منزل واحد هي الآحاد، اتفقنا؟ الآن، ما أكثر وسائل النقل استعمالاً؟ أكثر وسائل النقل استعمالاً الحافلة، عدد الأشخاص اللي بيركبوا الحافلة 10. الآن، ما أقل وسائل النقل استعمالاً؟ 5. أقل وسائل النقل استعمالاً 5، اللي هي الدراجة، واضح؟ 5 أشخاص بيستخدموا الدراجة. الآن أحبائي الطلبة انظروا، سئل 20 طفلا عن اللعبة التي يفضلونها، فكانت إجاباتهم كالآتي: اللعبة المفضلة. الآن، لعبة الطائرة، كم طفل بحب لعبة الطائرة يا أول؟ بنعد مع بعض يا أول، 1 2، انظر هنا، 1 2 3
أربعة، خمسة، ستة، سبعة. إذا سبعة أطفال بحبوا يلعبوا بلعبة الطائرة. طيب الدب يا أول، كم طفل بحب يلعب بالدب؟ نعد مع بعض، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ثمانية أطفال. السيارة يا أول، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، خمسة. إذا الأطفال اللي بيحبوا يلعبوا بالطائرة عددهم سبعة، اللي بيحبوا يلعبوا بالدب عددهم ثمانية، بالسيارة عددهم خمسة. نلاحظ هون أول بالجدول الكلمات تتفق أو تتشابه بقاعدة واحدة، ما هي؟ أحسنتم. بعد الأل أتى حرف مشدد، لام شمسية تكتب ولا تلفظ. الآن طبعا احنا نظمنا جدول بالبيانات الموجودة امامنا من خلال احصاء الاطفال اللي بيحبوا اللعب بالطائرة، اللي بيحبوا اللعب بالدب، اللي بيحبوا اللعب بالسيارة. احل المسألة وبرر بناء على الجدول السابق. قال خالد ان اكثر الالعاب تفضيلا هي السيارة. هل قول خالد صحيح؟ وبرر اجابتي. قول خالد خطأ. لماذا؟ الالعاب الاكثر تفضيلا هي الدب. إذن الألعاب الأكثر تفضيلاً هي الدب. الآن انظروا إلى نشاط منزلي. أطلب إلى طفلي أن ينشئ جدولاً يضم أنواع الفاكهة التي يفضلها أفراد الأسرة بهذا الشكل. واضح يا أول؟ أتمنى أن ينال إعجابكم. إلى اللقاء.